حرة وأنا بعمري ما فرضت عليك شيء، بس توصل إنه ابنك عم يشرب كحول وعلى عينك يا تاجر تخينة. شو هي على عينك يا تاجر؟ أحمد أنت سمعان حالك شو عم تحكي؟ عيب عليك تحكي معي بهالطريقة؟ يعني أكيد ما تركت الأناني بين إيدين الصبي قصدهم. كل القصة إنه أنا كان لازم أحطهم بالفريزر قبل ما أفوت غير ثيابي. وهذا غلط مين برأيك؟ غلطي أنا ما قلت غير هيك، أنا عم بعترف إنه أنا غلطانة، بس ما توقعت ردة فعلك تكون بهالطريقة، كان لازم القصة تموت بأرضها، تحديداً إنه ما أنا مقصودة. مقصودة ولا ما أنا مقصودة، حريتك على عيني وراسي، بتاكلي اللي بدك إياه، بتشربي اللي بدك إياه، بس ابني بتبعديه عن هدول القصص. هدول القصص؟ حياة الله شي بضحك. يلا ماشي الحال خلص، أنت معصب وما رح دقق على كلامك. بس عموماً هي الأنينة كان ممكن يكون فيها أي شيء تاني مؤذي لطفل صغير. مثل كلور مثلاً. ريتا. حبيبتي نحن من البداية اتفقنا إنه هذا الحكي كله خلص خلص أحمد الله يوفقك. خلينا ننهي النقاش هون لأنه الأمور عم تتطور ورح تاخذنا لمطارح تانية وشي عيب نحكي فيه فهمان عليه أكيد. فأنا بعتذر ومنك سلام.